داوود يرحل الحمد من الظالم ده الامن هو اللي بيخرب الامن اللي بيخرب العصابات اللي بتطلع عليك هي من الامن عمر بن حسني مبارك حسني الفساد هو اللي لازم يمشي وكل واحد ينتمي اليه هو لازم يمشي ابو شيخ انا بقول لا اله الا الله لا اله الا الله زي ابني مساهم في الثوره وهو حي بخليه يساهم فيها وهو مستشهد وانا اقول للكابتن حسني مبارك حتى لو ضحيت بالولاد الثلاثه اللي عندي اثنين لسه هضحي بالاثنين في سبيل الله هضحي بالاثنين انا بحيي الشهيد واخوانه جميعا بص اسمعني تحية للشهداء تحية للشباب أيدوا هذا الشباب كلمة مولانا الوزير حسن مبارك حسن مبارك الوضع اليوم باتت الإسكندرية بالأمن على ذوي طلقات رصاص في عدة مناطق بالإسكندرية مما يعكس حالة من الذعر العام بين المواطنين في أكثر منطقة حين اتخذت عدة شائعات حول هجومات مسلحة في مواقع عدة. اليوم سوف يعتصم تمت الدعوة للاعتصام أطلق عليه الاعتصام العظيم أمام مسجد القائد إبراهيم في 12 من بعد صلاة ظهر اليوم. قال المتظاهرون بالأمس أن هذا الاعتصام سوف يبدأ من صلاة الظهر وينتهي إلى ما شاء الله أو حين تتحقق المطالب التي تتمثل في سقوط النظام بكافة رموزه ووزرائه. طب رضا هل يعني تتأثر حركة المحتجين أو المتظاهرين بشائعات التي ذكرتها؟ لا تتأثر الأعداد لا تتأثر لكن يعني أرهق المتظاهرون يعني كانوا يتظاهرون صباحا ويحرسون منازلهم مساء فحصل حالة إرهاق لكل المتظاهرين في الإسكندرية. طالب البرلمان المستقل بسرعة استجابة الرئيس مبارك لمطالب المتظاهرين وتكليف أحد الموثوق فيهم بتشكيل حكومة وطنية حكومة تصريف أعمال مؤقتة. أيضا هذا الصباح
يعني يعد صباحا هادئا. السيارات تسير بصوره طبيعيه، بعض المحلات فتحت ابوابها، الجيش منتشر اكثر من الايام الماضيه، المواصلات الى حد ما تسير بشكل طبيعي، والشائعات بالفعل لم تؤثر على 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 اعداد المتظاهرين ولا على عزيمه في الاستمرار في لحين تحقيق الاتفاق. شكرا جزيلا لك رضا شعبان الصحفي من الإسكندرية.